راه تلقحات بالجرعه الاولى اكثر من 24 مليون ونص، ولكن مع الاسف باقيين خصنا نلقحوا 4 مليون ونص، وراه ماشي هينا 4 مليون ونص. علاش؟ المواطنين يسمعوا، فهذوك 4 مليون ونص الى غير 6000 واحد داروا حاله مستعصيه ووصلوا للانعاش غادي نديروا حجر شامل. شوف 4 مليون ونص الى 6000 غادي نديروا علاش هيك المنظومه الصحيه غادي ترتبك. وهادشي اللي واقع الى خدينا دول اللي تابعه لفرنسا مثلا لا غوادلوب ولا لا ريونيون، ما عندهمش الاسره ديال الانعاش بزاف، راه وقع الارتباك كبير واضطروا انهم داو الناس من باريس لالمانيا، تيديهم من باريس لبوردو. اذا الناس خصهم راه غير واحد القله قليله تربك لك النظام الصحي، واخا تكون كما كنت شناش وقع في الولايات المتحده، شناش وقع في الهند انهم الناس يداووا في الشارع. الناس خص يكون عندهم اوروبا الشرقيه هاي. الان اوروبا الشرقيه الان في اغلاقات، وحنا راه هاد الحريه اللي دايره بلادنا راه ما كايناش. راك شفتوا راه النمسا قالت اللي ما ملقحش يجلس دارو، حنا راه الدوله ما وصلتش لهادشي هذا. اذا الحريه ديال المواطنات والمواطنين اياه مرحبا، ولكن هذه مساله ديال الصحه، وهذه مساله راه حنا في حرب ضد هاد الفيروس، حرب ضد هاد الفيروس. اذا فاش تكون وعندنا حاله ديال الطوارئ، اذا فاش تكون الحرب خصنا كلنا نكونوا متجندين ونتحلوا بالصبر ونتحلوا بروح المسؤوليه الفرديه ديال كل واحد فينا. حيت انا تنسمع واحد الهضره ما نقولوش عندنا نسبه الاماته غير 1.5%، ولكن راه حنا فقدنا وراه هذا واحد منهم، عده اصدقاء واحد منهم اللي كان قريب لينا، لا انا ولا الاستاذ جعفر ولا الاستاذه الزهراوي اللي هو البروفيسور الدخيسي. فاش تفقد واحد في العز ديالو واطار 80 طبيب وطبيبه اللي توفاو من جراء الجائحه، حنا باش نصاوبوا طبيب راه خصنا 10 سنين،